السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه. ان شاء الله بحالكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات اللي غندير لكم واحد البسكويت ديال 10 دقائق اللي كيجي رائع، كيوجد بسرعه وكيجي غزال غزال، ما نقول لكمش. كيجي مقرمش وكيجي هشيش من الداخل، شوفوا البنات كيجي الف مره احسن ديال المحلات، وكيوجد بسرعه بمقادير بسيطه جدا، كيجي اكثر من رائع. البنات بقاو معايا وشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير اللي سهل جدا، ما تخرجوش عليا باللايك الا عجبكم بطبيعه الحال، وتبارطاجوا مع الاصدقاء والحبايب باش تنفعوا. اذا كنشكركم بزاف، جزاكم الله على خير وفرجه ممتعه. بسم الله نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندي كاس ديال زيت ما يعادل 120 مللتر، نصف كاس ديال السكر ما يعادل 80 غرام، بيضه واحده بحاره الغرفه، ساسي ديال الفاني، عندي ملعقه ديال الخميره ديال الحلوى او بيكن باودر ما يعادل 5 غرام، قبصه ديال الملح، وعندي بوشور ديال البرتقال والدقيق على حساب الخالط. كنجيب واحد الاناء كندير فيه هذا السكر والبيض والفاني والملح وهاد البشور ديال البرتقال، غادي نخلط مزيان حتى كينسجم، حتى كيذوب معايا داك السكر. ملي كنخلطو مزيان كيذوب معايا داك السكر، كنضيف الزيت وكنرجع نخلط مزيان حتى كينسجم داك الزيت مع السكر والبيض، كيولي خليط واحد وكيولي هكا ثقيل. صافي ملي كينسجم هكا مزيان، دابا غندير نحيد هاد الفوي وغندير الدقيق شويه بشويه اللي مغربل، غندير هاد معلقه ديال خميره ديال الحلوى في الفوادر، وغادي نجمع العجينه دقيق دائما بشويه بشويه بالنسبه للمبتدئات، باش كتجينا الحلوى خاصها تكون رطبه باش كتجينا ناجحه. صافي ملي جمعت العجين خصها يكون هكا القوام ديالها تكون رطبه وما تكونش يعني كتلصق في يدين، غادي نقسمها هكا على اثنين او على زوج، نصف كنخليها ابيض ونصف كما قلت لكم كما شفتوا درت فيه الكاكاو، عندي ملعقه كبيره ديال الكاكاو المر، عندي واحد المعلقه ديال الحليب، وغندخل فيه في هذه العجينه داك الكاكاو. صافي ملي كملت العجينه ديالها درت دخلت فيها داك الكاكاو وهذه اللي كتكون بيضاء، عندي هنايا السكر حبوبات او السكر سنيده. صافي دابا غادي نشكلهم هكا كويرات، نتوما كيبقى لكم الاختيار، تقدر ديروا بدا ديروا شكل اخر، كديروهم هكا كويرات وكديروهم في السكر سنيده او سكر حبوبات، كعطيهم واحد القرمشه زوينه، وكنحطهم هكا في السنين، كنحطهم شويه متباعدين الحجم، كديروا نتوما اللي بغيتو، عندهم شويه كبارين. صافي كنستمر هكا حتى غادي نكمل. صافي ملي كنكمل التشكيل كنجيب واحد قطع هكذا او طابع، الا ما عندكمش كديروا غير بالكاس، كنقطع به هكا الحلوه ديالي بهذا الشكل، كيعطي لها واحد الشكل رائع. صافي ملي كملتها غندخلها الفرن على 180 درجه من تحت لفوق حتى تطيب وتحمر ونجمعها. هاي البنات الحلوه ديالي ملي كملتها كتجي اكثر من رائعه، كتجي غزال غزال ما نقولكمش، كتجي مقرمشه والداخل هشيشه كما كتشوفوا، كتجي رائعه، كتجي الف مره محسن بسكويت اللي كنشريوه، كتجي غزال غزال ما نقولكمش. شوفوا كتجي من الداخل كتجي مقرمشه والداخل كتجي معلكه وهشيشه هشيشه ما نقولكمش، كتوجدها بسرعه كما شفتوا مقادير بسيطه وكتوجد في 10 ديال الدقائق، والحلوه رائعه رائعه. وانا درت هذا المقدار يعني لا باس به، الا بغيتو تزيدو كتضعفوا المقادير. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، انا متاكده غادي تعجبكم، تفرجوا عليا باللايك الا عجبكم بطبيعه الحال، وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحبايب باش تنفعوا. اذا كنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا خير، حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وصلوا جدا، والسلام عليكم في رعايه الله.